إننا نوجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الإفريقي وإلى كل منظمات دفاع حقوق الإنسان وإلى الدمر العالمي لمواجهة هذا الوضع الخطير والضغط على المحتل المغربي لإنهاء القمع الوحشي ضد الانتفاضة السلمية لجماهيرنا في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمدن الجامعية، والإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في أقرب الأجال وبدون شروط. هكذا أطلق وزير الخارجية الصحراوي نداءه إلى المجتمع الدولي في ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر. هي ندوة جاءت غداة الزيارة الأخيرة لكريستوفر روس المبعوث الأممي للصحراء الغربية، والتي تهدف إلى الوصول لتسوية حقيقية للنزاع في الصحراء الغربية. وملف حقوق الإنسان في المنطقة هو أحد أهم مفاتيح القضية، فولد السالك كشف حقيقة ما تمارسه السلطات المغربية من أعمال إجرامية ضد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة. فيما يخص موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن المملكة المغربية ضعفت في الآونة الأخيرة من القمع البشع بكل أشكاله: اغتيالات، تعذيب، اغتصاب، تكسير المنازل، رمي النشطاء والمتظاهرين رجالا ونساء خارج المدن بعد تعذيبهم وتجريدهم من اللباس، محاكمات صورية، تعذيب السجناء في الزنازن والتنكيل بهم وتجويعهم وسبهم ونعتهم بنعوت عنصرية وشوفينية إلى آخره. لطالما اعتبرت قضايا حقوق الإنسان من بين المسائل الأولية على الساحة الدولية، لكن الجانب الصحراوي يجزم بوجود تواطؤ دولي تجاه ما يحدث للشعب الصحراوي وما تشهده المنطقة من ممارسات غير شرعية. المجتمع الدولي يعاني من سياسة الكيل بمكيالين التي تستعملها الدول الكبرى لمصالحها. هل المغرب اشترى صمت العالم؟ وهل له القدرة في ذلك؟ وهل هناك جهات أموال التي يجنيها من المخدرات تشرف عليها لا جد ولا ديستي لشراء الذمم؟ وتمت الإشارة في الندوة الصحفية إلى ضرورة تفعيل دور بعثة المينورسو لفرض احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ويبقى الكل يترقب ما سيأتي به تقرير روس في 30 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن، والتطورات الجديدة في قضية لطالما هيمنت على الحراك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة وعلى انشغالات شعب يكافح من أجل حقه في تقرير مصيره.